معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، مرحبا بك دكتور قحطان. صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة ذكر أن ما خصص لا يسد إلا جزءا بسيطا من الاحتياجات، أين تذهب إذن أموال الإعمار؟ حياك الله أخي العزيز وحيا القناة الكريمة وحيا المشاهدين الكرام. هذه الحقيقة هي مأساة العراق، يعني لا جديد فيها. القابض على سلطة العراق سارق ولص وفاسد امتياز، وبدأت أطراف عملية سياسية توضح بعضها البعض، ولم يغير من الأمر شيئا فيما يخص القائمين على العملية السياسية. إذن الفساد بقى وسيبقى، وبالتالي المواطنون سيعانون أكثر مرضين. المشكلة الأساس أنه غير لا ليس هناك لا إدارة محلية حقيقة قلبها على محافظة، ولا دولة قلبها على محافظة، ولا هناك مهنية حقيقية في أي لجان تشكل لمتابعة أي شيء سوى تنفيذ أو تحقيق أو شيء. إذن نحن بخلاصة القول أمام معضلة عراقية دائمة أساسها الفساد وتدمير العراق، وليس شيء غير ذلك نهائيا، وأي كلام مجرد هواء في شبك. إذا تتفق مع ما ذكره مركز كارنيجي الأمريكي بشأن شبهات الفساد التي تحيط بإعادة الأعمار، ولكن هل طريقة الإنفاق التي تتخذها الحكومة في بغداد تجعل الدول المانحة تثق في الحكومة وتقدم باقي أقساط إعادة الأعمار متفق عليها في مؤتمر الكويت؟ لا نتوقع نهائيا. نحن منذ أن عقد مؤتمر الكويت قلنا هذه كذبة كبرى، لن نذهب إلى تحقيق أي وعد أكثر من عملية دعم بعض القوى الدولية لأطرافها في العراق ليس أكثر. لماذا؟ لأن العراق مثبت على لائحة أممية أنه الأول بالفساد، والأول بسوء الإدارة، والأول باللا أمن في المنطقة، وبالتالي ليس المنطق نهائيا أن يأتي رأس المال إلى منطقة غير آمنة ومنطقة فاسدة وإدارة لها فاسدة وتدخل خارجي. ولكن قلنا في وقتها أن مؤتمر الكويت ليس إلا عملية استعراض شكلي لبعض أطراف المنطقة بعض الترتيبات الدولية. الآن المشكلة الكبرى الآن الثقة معدومة بالمرة، أنا أقول لك بين العين وحاجبها على مستوى الإدارات المحلية أو الرسمية، وبالتالي لا يمكن أن يصار إلى حالة إيجابية إلا أن، ودائما نؤكد، إلا أن تتغير العملية السياسية برمتها بشخوصها بآلياتها، وإلا نحن ندور في حلقة مفرغة يجدد الفاسد نفسه بصفات مختلفة ثم يعود الفساد يتكرر مرة ثانية، وهكذا هو الحال. لا يمكن أن نصل إلى أي شيء إيجابي للبلد، فيبقى مناطق مضرة بالذات متضررة أبد الآبدين، لأن الإرادة الخارجية تذهب بهذا الاتجاه. ولكن ما مآلات ذلك؟ يعني تأخر إعادة إعمار المدن المتضررة وعدم وجود تعويضات لأهل هذه المدن، ما مآلات ذلك؟ إلى أي مدى يمكن أن يصبح هذا الملف قنبلة موقوتة؟ هذا الذي يراد له، أن أقول هذا يراد له إقليمية، أن تبقى حالة لا استقرار في المنطقة قائمة، لأن المواطن عندما استقر وجلس وشكر الله بعد نصر ظاهري على داعش كان يترجى أن يأتي شيء إيجابي له لعله يخفف عن معاناته. استمرار المعاناة ومتضاعفها ثم بالمقابل استفادة وتنعم من المتنفذين من العملية السياسية سواء المحافظات وغيرها يجعل الحق لدى المواطن عادي مضاعف، يأس كامل لدى المواطن العراقي، وبالتالي ستكون هذه المنطقة أرضية رخوة أمام داعش أو سواها. من جانب اثنين نتمنى الشيء الآخر وهو حراك عراقي وطني حقيقي في هذه المحافظات وسواها، لكي ينهض العراق بفعل عراقي شعبي كامل يغير الأمور ويصححها، وإلا الرجاء من أي ترتيبة من قبل هذه العملية السياسية أو أي ترتيبة دولية متناغمة مع العملية السياسية لن يقدم العراق شيئا نهائيا. شكرا جزيلا لك دكتور قحطان الخفاجي من بغداد أستاذ العلوم السياسية.